الآن إحنا كالمغرب واحد الفترة جد متوترة خطيرة وحاسمة. هالفيروس مع الأسف ما كاين حتى شي حاجة فوق الأرض الآن كتحكم فيه، هو اللي كيتحكم فينا باش نجاوبو بصراحة. والانتشار ديالو سببه هو الانتقال من شخص إلى شخص، هو راه ما كيمشيش بوحدو، الله سبحانه وتعالى أراد هذا أنه كينتشر ما بين البشر. حتى الحالات ديال الحيوانات نادرة جدا جدا جدا، ولأني نقولوا 99% ديال الانتقال ديالو من شخص إلى شخص آخر. وهذه دي حكمة ربي، الله أعلم شنو أراد منها. وما كان ربك لظلام للعبيد، هذا ليس ظلم لنزلو، ولأن هذا امتحان اللي احنا كندوزو به. والانتشار ديال هذا الفيروس تعرف حتى الدول المتقدمة وكل الدول ما فرق لا ما بين رؤساء ولا مستخدمين ولا أطباء ولا ضعفاء، ما فرق بين تشح. والمرحلة اللي احنا فيها حاسمة جدا، إما غادي نبقى في ديورنا وغادي نتغلبوا عليه، لأن هاد الكورونا لحد الآن ما عندناش واحد السلاح باش نواجهوه. لما ما كيكونش عندك السلاح غادي تدخل واحد المعركة وانت عارف بلي غادي تخسرها، أحسن حاجة هو الإنسان يبتعد على ديك المعركة اللي ما غاديش يقدر ينجح فيها. خصنا نفهموا هو الانتشار هو بالطبع هو كيمشي على طريق الهواء، ما كيمشيش باللمس. حتى الواحد حتى الانسان باش كي يعدي راسو كيخصو يجيب داك الميكروب حدا وجهه حدا عينيه حدا نيف، ما كيجيش هو بوحدو. بالطبع هو لما كيكون معك شي واحد وكيتنفس وكيهضر، هذوك النقيطات هذوك اللي قلت لك لي دروب قلت لي صغيرين كينتقلوا وكيمشيو من واحد لواحد وكيستنشقوا ويجيو. ولأني فوقاش كينتشر بواحد السرعة، هو الواحد اللي كيكون فيه واحد الكمية كبيرة وكيعطس القوة باش كيعطس كيمشي داك الفيروس لواحد المنطقة بعيدة. أما عادة واحد جوج مترو في واحد المنطقة معينة كيطيح داك الفيروس، والناس اللي في البيوت ديالهم شحال ما حلوا الشراجب شحال ما كيخواه هذاك الفيروس، هو غير كيبقى واحد الدورة هوائية كيمشي. هذا من الأشياء اللي الإنسان خصو يفهمها. ما فوق 20 أبريل، 20 أبريل هي واحد المرحلة حاسمة باش نعرفوا بلي أننا غادي ننزلوا، ماشي ننزلوا ونعاود نخرجوا نعاود نعديو. هذيك 20 أبريل هي واحد الفترة اللي غادي يمكن تهبط، بشرط أنا درت واحد الإحصاء في الفيسبوك بطريقة رسمية، وهذا الإحصاء اللي هو معترف به لدى فيسبوك، اللي الآن وصل إحصائيات إلى أكثر من على ها هو ذا 171 واحد سهم في الإحصاء، 71,000، وأن سهم فيه 7,200 واحد كيبي أبرهن. على ما كنشوفوه على أرض الواقع أن 93% ديال المغاربة محترمين و 7% ديال المغاربة ما محترمينش. وهانت شوف هادوك 93% شو شحال حافظوا على الناس، كيجي 1% من هادوك وكيضرب لهم في الزيرو ديك الخدمة اللي داروها كلها، لأن كل واحد ما كيحترمش في الفترة ديال اللي بدانا الحجر حتى 20 أبريل، كل واحد اللي ما احترمش غادي يعدي 400 واحد. إلا ضربنا 7% ديال هاد المغاربة اللي غادي يعديو وضربتيها في 4، هي غادي يقدروا إلا ما احترموش هادوك رجعوا للوراء، غادي تكون واحد الكارثة اللي غادي يسبوا فيها هاد الناس هادو اللي تماي. وهاد الإحصاء راه رسمي، ماشي أنا اللي درتو، هاد الإحصاء دايز على طريقة رسمية فيسبوك، وهو كيبرهن وخصنا نزيد ونوقضوا أن 7% خصها تبقى في دارها. هاد 7% لابد ما تبقى في دارها، وأنا غادي نعطي
لان الفتره ديال الانتهاء ديال هذا الاحصاء غادي يكمل. هذاك تمايا باقي له اكثر من اقل من 24 ساعه باش تكون الصلاحيه ديال هذا الاحصاء وغادي ننشره رسميا. المغرب هو كان سباق، ليس هناك دولة تقول لك أنا مسيطر عليه. بديت سيطر عليه ومن هبطت هذيك لاكورب، هبطت الأرض وما بقاش كيبان حالة واحدة أخرى. هذا هو التحكم. ما حدنا مازال في الفترة الوبائية الساخنة يمكن نقول تحكمنا عليه، اللي درناه نقصنا من الهجوم دياله، وهذا النقص ديال الهجوم دياله كان بأوامر ديال جلالة ملك نصر الله والحكومة والأمن، أنه خذوا واحد القرار قبل من دول متقدمة بأسبوعين. وفي هذه الحالات هذا أسبوعين خطيرة جدا، كيقدر يدخلوا عندك البلاد المئات الآلاف الناس معديين. لما كان الحصار على هذه الحالات الأجنبية دخل للمغرب كانت حاسمة جدا، وإلا نجحنا غادي تكون هذاك القرار الأولي هو اللي غادي يكون ساهم في النجاح الآخر. ولما خصناش نكونوا احنا في داخل بلادنا نكون سبب الكارثة الداخلية، لأن هذاك اللي جاوا من الخارج تحكمنا فيهم صافي، فضينا القضية ديالهم ربحناها. أما المشكل دابا هو الداخل اللي بقات ينتشر فيه، وهذا غادي نوليو المسؤولية ديالنا الداخلية. وهذا الكلوروكين هي معترف بها مدة قديم السنين، أرى المليار مع تحدي الناس اللي يستعملوا الكلوروكين في حياتهم اللي مشوا الدول الإفريقية ضد المالاريا، وعدد كبير ديال الأشخاص والسيدات والرجال والنساء اللي يستعملوها على الالتهاب ديال المفاصل سميتها لابولياركتري، وتبين باللي عنده واحد الفعالية عند الناس اللي كتكون عندهم المناعة ناقصة. هذا الكلوروكين باش نوضحها للناس، هو لا يقتل الفيروس، ما كيدمروش ما كيقتلوش، سبا ان انتي فيرا، هو كينقص من داك الانتشار ديالو في وسط الجسم. ديك لافيريمي، ديك لافيريمي هي اللي كتهلك الواحد. بعض المرات كيدخل فيك الفيروس وكيتنمى وما كتسيقش خبر حتى كتمشي بالضيق التنفس وما كتقدرش، كما تقدر فيك لا كلوروكين ولا كتعاونك شي شويه باش تنقص. الكلوروكين الفعاليه ديالو هو في الاوائل ديالو، ملي كتبدا هذاك لي سيمبتوم دوك المعلومات ان الواحد فيه سخانه، فيه حرق راس، فيه ما كيقدرش يتنفس، وبالخصوص كيوقف التنفس ديالو 15 ثانيه ما يقدرش. هذوك لي سيمبتوم، هذوك العلامات الانسان ياخذهم غير، وهنا الكلوروكين عنده واحد الفعاليه كبيره جدا، كيوقف الانتشار ديالو وكينقص عدد ديال الناس اللي كيخصهم الاستشفاء وكينقص الوفيات. هذا قرار اللي كنت خديته والتزام اللي درته امام المغاربه كلهم واللي احترمته، وان الان وزاره الصحه مع الطاقم الطبي ديالنا بالممرضين والاطباء والمساعدين كلهم خدامين، وهي مصحة ماشي فيها طبقة، هي مصحة بأكملها بطاقمها بآلياتها ومعداتها كلها تحت رعاية وزارة الصحة. احنا غادي نخدمو تحت أوامر ديال وزارة الصحة، هي اللي غادي ترسلنا المرضى وحنا اللي غادي نتعاونو اللي في هذا النطاق هذا، واللي مجموعة ديال الأطباء كلهم أخصائيين وأطباء ديال الإنعاش اللي غادي يسهروا على هذا المصحة. هو إخسان قوم مسلمين، الأعمار بيد الله، وتوقعاتي أنه غادي تزيد الحصيلة ديال الوفيات مع الأسف، الإحصائيات كتبرهن على ذلك. هذا خارج من الوطنية، وهذا خارج من الاحترام، وخارج من التقدير، لأن الوقت انت فاش كتعيط كتحرم واحد آخر اللي يمكن يعيط ويكون محتاج، وكتشدك الوقت هذاك اللي كتستهزأ بواحد الناس اللي داروا واحد الطاقم اللي غادي يسمح في عائلته وفي ولاده وفي وقته باش يشوف كيفاش يعتقك ويحل لك المشكل، وانت تتهزأ. هذا ماشي وقت ديال الاستهزاء،
بوسائل التواصل وبالخصوص عدم الاستهزاء بالطاقم الطبي، وكنطلب الناس اللي كيديروا شي مقالات على الطاقم الطبي انهم يسترجعوا النظريه ديالهم ويدوزوا الاحترام، لان الامن كيوقف الناس وكيدخلهم لديورهم، لكن هذوك اللي تصابوا الامن تغلب على امره. كاش كيدير؟ كيسيبطهم للطبيب. وشكون اللي غادي يواجه ذاك ذاك القنبله ديال الفيروس ديال كورونا؟ غادي يكون هو الطاقم الطبي اللي غادي يكون هو مواجهه. الامن دارت واحد المهمه باش ما تنزلش الموجه على الاطباء وعلى المستشفيات والمصحات، داروا واحد المجهود جبار وواجهوه، وشفنا شحال واحد تقاس في هذا الحمله، منهم صحفيين، منهم مسؤولين، منهم قياد، ومنهم اطباء، وكلهم تقاسوا في هذا. هما كيحاصروا بحال قلتي، كيحاصروا اش كيجينا هذوك اللي فلتوا واللي امام الامر الواقع، هما لا يجيو مع الاسف العدد ديالهم كبير، واللي غادي يعمروا كلهم الاسره لا قدر الله اللي كلهم موجوده بالمغرب. نبدا منه بما قام به جلاله الملك في هذا النطاق، وفتح واحد الحساب خاص لضحايا لا اقتصاديين ولا ماديين ولا معنويين لهذا الوباء ديال كورونا. هذه البادره هي جميله جدا، لانها كان يخصنا يكون واحد الصندوق من غادي يخرجوا هاد الاموال اللي غادي يساعدوا الناس اللي غادي يكونوا في واحد الاحتياج المادي باش يعيشوا في هذه الفتره اللي هي بعض الاسابيع، وخاص لهم من جانب المادي باش ياكلوا ويشربوا. الان احنا ماشي في واحد الفتره باش الواحد خصو الفلوس باش يسافر، ولا خصو الفلوس باش ياكل ويشرب ويجلس في داره. هذا هو هذه الفتره هذه، وهذا كاين مجموعه ديال الناس الله يجازيهم بخير اللي كيساهموا، كيشريوا واحد القفيفات فيهم الماكله وكيعطيو للناس، وبدون ما نقول الاسماء هما عدد ديالهم كبير، وكل واحد كيدير على قد الاستطاعه اللي كيعطي لواحد العدد ديال الناس، وانها كتوقف مع الموظفين. هذا شيء لانهم ملي كيخدموا البلاد وخصنا نعطيوهم الوسائل باش يقدروا يتبعوا هذه الفتره. هو كتقال بكل لغه، بقى في امان، تتقول بها ريستي اون سيكوريتي، كتقال بالانجليزيه ستي سيف، بقاو في امان، بقاو في ضمانه. اكبر امانه اللي كاينه الان راها البقاء في المنزل. يكذب عليك شي واحد اللي راه بشي امان احسن من المنزل ديالو، لان هاد الاطباء اللي غادي يواجهوه دابا ما نبغيو حتى شي واحد تيشوفو حتى في المنام ديالو، لان غادي توصل واحد الدرجه ان غادي يكون واحد الحالات لا قدره لاي واحد، غادي تعتق لي تعتقو كاين اللي غادي يجي واحد فتره مرضي، وغادي يكون هو سبب نفسه، لان الوسائل اللي تعملت في الاول باش الواحد يحترم ويبقى في دارو، غادي يجي واحد الفتره اللي غادي يندم انه ما بقاش في دارو وغادي يكون فات الاوان. احسن علاج اللي كنطلبوا منكم حنا اطباء، انت بقاها في دارك، انت بقاها في دارك، الامن كيدير خدمته، المساعدين كيديروا خدمتهم، الجيش كيدير خدمته، والاطباء والطاقم الطبي كيدير خدمته. خليونا نبقاو متحدين باش يمكننا نواجهوا اخطر ما رأته البشريه في حياتنا. الناس شافوا قبل منا الطاعون، وشافوا الجدام، وشافوا هذا، لكن في هذه المرحله احنا اللي عايشين فيها، هذا هو اخطر وباء اللي احنا كنعيشوه، ونتعاونوا فيه. ما تديروش رجال الامن في خطر، تحكوا معاهم. انت ما عارفش، انت ما درتهاش بسوء النيه ولا اني بسوء العمل، انك خرجتي وتحكيتي مع هذاك رجل الامن للدوله شحال هي باش تجهزوا، وانت انتشرتي فيه ذاك الفيروس اللي غادي ينشروا في مراته وفي ولاده وفي عائلته. فهذا هو شنو بغى لك غير الامن والامان ديالك حتى يصدق حتى هو ضايع.
والصحافة كان صحاته يتخذ الاحتياط بحال يدقتوا انت هالبلاستيك هنا ويحتفظوا على رؤوسهم ما يقلبوش على المعلومة ويلقوا راسهم بالتهلكة. والناس ديال الأمن راه عندهم تعليمات أنهم يبقوا كل واحد مع واحد جوج مترو ويحترموا بخصوص الناس اللي كيقول لهم خصك تبقى 14 يوم في دارك ما كيقدرش يصبر الله يحسن العوان وكيخرج وما هي إلا الكارثة العظمى. بل واحد يكون سبب أن واحد من الأقرباء ديالو يدعي عليه حيت هو ما بقاش